اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. في الهيئه نت 8 مليون امي في العراق ودعوات لتطبيق قانون التعليم الالزامي. في العرب اللندنية وجود الصدر بين خامنئي وسليماني يضع عادل عبد المهدي في أضعف حالاته. في كتابات درجال يربح معركته، استقالة رئيس اتحاد الكرة وتشكيل هيئة مؤقتة. في البصائر أوامر حكومية تطرد النازحين وتهدم خيامهم. في المدى وزارة الدفاع تقول إنها أنهت 80% من التحقيقات بقصف مواقع الحشد. في القدس العربي هجوم بواسطة طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لأرامكو في السعودية. وفي الشرق الأوسط ترامب يقول إن إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة. ومن العناوين لما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بمقال بعنوان الاختفاء القسري بين السيادة والتدويل، منشور في الزمان وفي مستهله: ظهور المؤسسات الجديدة كمجلس حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة والمحكمة الجنائية الدولية وتعزيز الإجراءات الخاصة وصعود قدرات المنظمات الدولية غير الحكومية حتى صارت قوة فاعلة في تشكيل الرأي العام العالمي عن تدويل قضية المغيبين في العراق، كتب عبد الخالق الشاهر في صحيفة الزمان العراقية. هنا نسأل: إذا ذهبت مواطنة من مدينة النساء الصقلاوية وعلى العراقيين أن يسموها هكذا حتى عودة رجالها أو تسليمهم لقضاء عادل أو تأكيد استشهادهم، وقابلت النواب واستجارت بهم، وذهبت إلى السلطات الثلاث واستجارت بهم دون رد، وتنسى الموضوع، وبعد سنين من البحث تظهر هناك جثامين مغدورة مجهولة ويعاودها الأمل، فيطل عليها السيد الحلبوسي ليقول لها إن هذه الجثامين قتلت ليس لأسباب طائفية. ولا ننسى أم أحد شهداء قاعدة كلية القوى الجوية التي سميت باسم الطيار الأمريكي الغازي سبايكر الذي جندله الطيار العراقي البطل التميمي، حيث لحقت بالسيد المالكي ولاقته في الديوانية وأجابها هزا يده استغرابا من طلبها. ماذا يفعل هؤلاء بالسيادة والوطن والقومية وكل القيم؟ نختصر الموضوع ونقول: السيادة أم التدويل؟ بالتأكيد أن الأمهات اللائي لم تعطهم السيادة أبنائهم سيختارون التدويل، فقد يعني لهم التدويل أداة ضغط ضد سلطة ظالمة أو غير مهتمة، بينما تعني لهم السيادة عملية إطلاق يد الدولة للتلاعب بحقوق الإنسان والكرامة والحريات العامة. حكومة مستبدة، لا شك بأن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان انطلاقا لمرحلة تدويل هذه الحقوق، فلا يمكن الاعتماد على حكومات مستبدة أو محكومة في تحقيق كرامة وحقوق وحريات مواطنيها، فكرامة الإنسان هي قيمة دولية بقدر ما هي محلية. ولنعترف أن فكرة عالمية حقوق الإنسان بدأت تطرح نفسها ضمن الأفكار الكبرى التي تصوغ الفكر الإنساني وتحدد معالم قادمة للرأي العام العالمي. يتابع الشاهر بشأن جريمة الصقلاوية قائلاً: إن الدولة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة كونها حصلت من أجهزة إما تعترف بها الدولة وإجازتها، وأما هي جزء من القوات العسكرية أو الحشد الشعبي، والدولة وصلتها تفاصيل والتقارير كثيرة، أي أنها عرفت وعجزت أو أهملت الوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات بحالة الجناة إلى القضاء. الآن إلى مقال منشور في كتابات وفي مستهله: لا عزاء للفقراء في العراق. رعد دوايا الطائي يكتب:
في مقاله عرضت قناة عراقية غير حكومية برنامجا عن محافظة الديوانية، عرض أكثر من مأساة وكارثة إنسانية في البرنامج. والحقيقة التي أنا على يقين من أن ما عرض من كوارث هو ليس حالات خاصة أو شاذة أو فردية، وإنما هي حالة عامة تشمل أغلب محافظات العراق وخاصة الجنوبية والوسطى منها. لا أريد أن أسلط الضوء على كارثة مجاري الديوانية وموت الناس من الشباب والأطفال فيها نتيجة سقوطهم في الحفر، ولا أريد أن أكتب عن المشروع المتلكئ مما يقرب من عقد من الزمن، ولا أريد أن أكتب عن ما يقرب من 250 مليار دينار ذهبت مع الريح، وبالتأكيد صفقات الفساد. ومع أن ذلك مهم جدا ويستحق أن يكتب عنه ويبرز في الإعلام عن حجم الفساد الذي أنخر الدولة العراقية منذ سقوط الصنم وحتى اللحظة، ولكني أريد أن أكتب عن الخزي الذي شعرت به وأنا أشاهد عشرات إن لم يكن مئات من العوائل وهي تعيش في وسط أكوام من النفايات والدخان في بيوت وظروف ووضع لا أتصور أن الإنسان يمكن أن يصدق بوجودها حتى يراها بأم عينه في بلد النفط والثروات والفراتين، بيوت لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة الكريمة، لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا أي شيء يمكن أن يشعرك بوجود دولة وحكومة من مسؤوليتها أن تنظر لهؤلاء وترحمهم وعوائلهم وأطفالهم من المأساة والكارثة التي يعيشونها. هؤلاء الأطفال والنساء من الذين يعيشون في وسط هذه الأجواء، كيف ستكون حياتهم، صحتهم، ثقافتهم، مستقبلهم؟ لا أدري، هل جفت ضمائر المسؤولين عن هذه الكوارث التي تحصل في العراق؟ هل يرضى أي مسؤول أن تعيش عائلته أو أقرباؤه في وسط هذه الظروف القاتلة والمأساوية، ومضافا لها الفقر المدقع والبيئة الملوثة؟ يضيف رعد الطائي قائلا لكل مسؤول في العراق: إياك ثم إياك أن تتحدث عن علي بن أبي طالب قبل أن تطهر فمك وبطنك ويدك من المال الحرام الذي سرقته من خزائن العراق. يوجه كلامه إلى كل مسؤول. إلى مقال آخر وفي مستهله: دعاية نتنياهو الانتخابية من أرضنا ولحمنا. مقال للكاتب هاني عوكل نشره موقع عربي 21. فقد اعتاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم عروض ملفتة للانتباه كلما كان واقعا في مشكلة أو يطمح إلى تحسين صورته أمام ناخبيه، ودائما ما يزج بالملف الفلسطيني ويستثمره أيما استثمار من أجل تحقيق إنجازات شخصية. إن فاز نتنياهو في الانتخابات وعاد إلى قيادة الحكومة فإنه سيكمل مخططاته الاستيطانية لابتلاع الضفة الغربية، وإذا لم يفز فسيأتي شخص آخر يعبر عن السياسة الإسرائيلية نفسها في مسألة مواصلة الاستيطان وهضم حقوق الشعب الفلسطيني. ربما يحالف الحظ نتنياهو فيكسب الانتخابات التي ستجري بعد أيام، ومن المرجح أنه ينوي بالفعل ضم غور الأردن لكن ليس سريعا، وإنما قد يستخدم هذا الملف في أوقات الذروة التي تتنوع من مشكلات تتعلق بعودة ملاحقته في قضايا الرشاوى والفساد أو خبو نجمه وتصدع صورته وضعف حزبه. نتنياهو سيغامر بالاستيطان إلى أبعد نقطة ممكنة، مستفيدا من ضعف السلطة الفلسطينية وضعف العرب وعدم قدرتهم على دعم الفلسطينيين بشكل الكافي، ومستفيدا من حالة الحب من طرفين التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية. في حقيقة الأمر يمكن القول أن نتنياهو ليس استثناء في إسرائيل. صحيح أنه ضعف الاستيطان وخدم سياسة الدولة العبرية وحقق مصالحها، لكن هناك في الأخيرة طوابير من الشخصيات التي تشبه نتنياهو، سواء أكانت نخبوية أو تنتمي إلى شريحة القاعدة المجتمعية، حينما تحدث عن سعيه إلى ضم غور الأردن
وتسمين المستوطنات وضمها، إنما كان يعبر عن لسان حال غالبية الرأي العام الإسرائيلي الذي ربما لم يعد يرى في السلام طريقاً لحل الدولتين بفضل السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال. يتابع هاني عوكل قوله إن نتنياهو يتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أعداء، وتحت هذا البند سيكمل هو أو من يصل إلى موقعه سياسة إضعاف الفلسطينيين ومركزية قضيتهم من الأجندة الدولية. والاستيطان وضم غور الأردن يشكلان واحدة من الأدوات التي تهدف إلى طمس الهوية والقضية الفلسطينية ومحوها من الوجود. الآن إلى مقال آخر، وفيه يتظاهرون بمعاداة إيران ثم يدعمون الأسد عميلها العربي الأول. عنوان مقال للكاتب فيصل القاسم نشرته صحيفة القدس العربي، نتابع جزءا منه. لقد دفع السعوديون والإماراتيون المليارات وسهلوا الغزو الأمريكي للعراق ودعموه بالغالي والنفيس ليسقط العراق العربي في نهاية المطاف في الحضن الإيراني كالثمرة الناضجة. وبدل أن يدعموا الجماعات الإسلامية السنية في العراق في السنوات الأخيرة، دعموا الحملات الأمريكية والإيرانية والميليشيات الشيعية ضد الجماعات السنية عسكرياً ومالياً، بحيث بات العراق في الجيب الإيراني. ولم يكتفوا بهذا، بل دعموا الحشد الشعبي الطائفي وميليشيات قاسم سليماني في تدمير مدن السنة في العراق بذريعة حرب الإرهاب. وقد رأينا كيف تقاطر قادة الأحزاب الشيعية على السعودية بعد ذلك، في حين قادة السنة في العراق لا مكان لهم البتة. وحين تسأل كيف هذا التناقض، ترد أبواقهم إنها سياسة حكيمة باغية سحب قادة الأحزاب الشيعية من الحضن الإيراني. وأبسط مطلع على حقيقة السياسة الإيرانية في العراق يدرك أن هؤلاء أذرعها الحقيقية في العراق، وهم من تولوا قتل وتهجير السنة، من هو أول من فتح باب عودة السفارات إلى دمشق. أليست الإمارات التي ترفع شعار التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة؟ كيف يستقيم تأهيل النظام السوري سياسياً واقتصادياً بينما هو مخلب قط في أيدي إيران التي تتخوفون من خطرها وابتلاعها للخليج خصوصاً والمنطقة عموماً؟ يتابع الكاتب، من الذي تدخل بضخ ملايين الدولارات قبل أيام في الخزينة السورية لإنقاذ ليرة الأسد المنهارة؟ أليس بعض الدول الخليجية الثرية؟ لماذا تدعمون العقوبات الأمريكية على إيران بينما تقدمون الغالي والنفيس لعميلها في دمشق حسب قول الكاتب؟ إلى مقال في صحيفة العربية الجديد، وفيه يختزل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد مستشاره الثالث للأمن القومي جون بولتون، يختزل حالة الفوضى التي تعيشها إدارته والولايات المتحدة كذلك في السنوات الثلاث الماضية. نستمع إلى جزء من مقال للكاتب أسامة أبو رشيد منشور في صحيفة العربي الجديد حول بولتون وترامب. كل ما سبق في كفة، والملفان الأفغاني والإيراني في كفة أخرى، حيث كان السبب الرئيسي للطلاق البائن بين الرجلين. وإذا كان ثمة شيء تعلمه شخص بتشدد بولتون، فهو أن ترامب ليس رجل التناقضات الصارخة فحسب، بل هو أيضا رجل الشعارات الكبيرة والأفعال الصغيرة في أحيان كثيرة. في السياق الأفغاني، كان ترامب مرشحا قد تعهد بالانسحاب من أفغانستان أطول الحروب العسكرية الأمريكية، غير أنه انتهى معززا للوجود العسكري الأمريكي فيها، وهو الآن يسابق الزمن كي يفي بوعده عبر تخفيض على الأقل الوجود العسكري الأمريكي هناك قبل الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل. المفارقة أن ترامب فاجأ الولايات المتحدة والعالم بتغريدة على تويتر يوم الاثنين الماضي أعلن فيها إلغاء قمة سرية كان ينوي عقدها مع زعماء في حركة طالبان بمنتجع كامب ديفيد الرئاسي لتوقيع اتفاقية سلام بين الطرفين،
وعلى الرغم من أن ترامب زعم أن سبب إلغائه القمة هجوم شنته طالبان في العاصمة كابول، راح ضحيته جندي أمريكي واحد وأحد عشر شخصا، إلا أن تقارير أكدت أن سبب إلغائه القمة تسريبات بولتون المستاء منها إلى الصحافة، فأراد ترامب أن يسبق الفضيحة المدوية التي كانت ستترتب على ذلك. يتابع أسامة أبو رشيد، إذا كان هذا الطلاق البائن بين الرجلين مسألة وقت منذ اليوم الأول، فبولتون إيديولوجي شرس يرى أمريكا في حروب متواصلة، وترامب رئيس سخيف كثير جعجعة قليل فعل، يبحث عن أي إرث شخصي يسطر به تاريخه بغض النظر عن مدى الضرر الذي يلحقه مثل ذلك المجد الذاتي المنشود بالولايات المتحدة ومصداقيتها وقوة رديها. إلى آخر المقالات، وهو منشور في صحيفة الشرق الأوسط عن روسيا وحلم العودة إلى الغرب، كتب أمير طاهري في صحيفة الشرق الأوسط. وبعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، أطلق بوتين حملة لإقناع شعبه لقضاء إجازاتهم في تركيا وإيران اللتان تسمحان بدخول الروس من دون فيزا. وبعد عامين لا تزال أعداد الروس الذين ساقوا وراء حملته هزيلة، وتكشف أحدث التقديرات عن أن نحو 100,000 روسي يزورون تركيا، بينما لا تزال أعداد الروس الذين يتوافدون على زيارة إيران أقل من 5,000. على النقيض نجد أنه عام 2018 اجتذبت فرنسا 3,200,000 زائر روسي، وربما يحاول محللون جيوسياسيون في الغرب الترويج لفكرة أن بوتين يشكل تحالفاً مع رجب طيب أردوغان وعلي خامنئي. ومع هذا فإن الحقيقة أن بوتين وكذلك قاعدته الانتخابية بدرجة أكبر تراوده رغبة قوية في تعزيز روابط أوثق مع قيادات مثل إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب. وربما تتحدث روسيا بنبرة سلافوفيلية، لكن في أعماقها ترغب في إعادة السماح لها بالانضمام إلى المعسكر الغربي، ويبدو هذا واضحا في أسلوب ملبس الروس وأنماط الطعام والمشروبات التي يتناولونها والموسيقى التي يستمعون إليها والأفلام والمسلسلات التي يشاهدونها والكتب التي يقرؤونها. ويكفي النظر إلى الصفوف المتراصة أمام مطاعم ماكدونالدز مؤشرا على زحف التحول إلى نمط الحياة الغربية على روسيا، كما أن حقيقة امتلاك ملايين الروس حسابات بنكية في الغرب بما في ذلك قبرص أو حتى اليونان المريبة لا يمكن اعتبارها مجرد مصادفة. وتكشف نتائج الانتخابات البلدية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن انتكاسة واضحة للبوتينية في نسختها السلافوفيلية، فقد خسر حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه بوتين خسر ثلث مقاعده في موسكو التي تحدد إيقاع الانتخابات الوطنية منذ عشرينات القرن الماضي على الأقل. الآن من المقالات ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من الأخبار المنوعة، والبداية بهذا الخبر. تستعد دار مورتوناند أيضا للمزادات لعرض إحدى العملات الذهبية الأكثر ندرة وقيمة في العالم، وهي من إحدى دول الخلافة الإسلامية الأولى للبيع. طبعا تستعد لعرضها للبيع خلال مزاد علني سيعقد في لندن في 24 من أكتوبر المقبل. ويعد حجم العملة الذهبية وهي دينار أموي ذهبي يرجع تاريخه إلى 105 هجرية أي 723 ميلادية، يعد حجمه قريبا من حجم القطع النقدية الحديثة من فئة جنيه استرليني واحد، لكن قيمتها تقدر بما بين 1.4 و 1.6 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة تجاوزت تلك المسندة إلى كل القطع التي عرضتها دار المزادات اللندنية للبيع سابقا.
وقال ستيفن لويد خبير العملات في دار المزادات وفقا لبيان صحفي: يعد هذا الدينار من بين العملات الإسلامية الأكثر طلبا، ويمثل أقصى ما يمكن أن يطمح إليه أي شخص يجمع العملات الإسلامية القديمة. ويمكن السبب أو يكمن السبب وراء القيمة العالية لهذا الدينار الأموي في الكلمات التي حفرت عليه، وهي معدن أمير المؤمنين. وبعبارة أخرى تبرز الكلمات أن الدينار كان مصنوعا من الذهب المستخرج في موقع يملكه الخليفة نفسه كخليفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الخليفة شخصية مهمة في الدولة الأموية. شكل اكتشاف لوسي قفزة في العلوم الأحفورية والتطورية، إذ تمكن العلماء من إيجاد 40% من هيكلها العظمي في إثيوبيا، وعام 2009 أصبح بالإمكان تخيل شكلها لتكون واحدة من أقدم أجداد البشر، إذ يعود عمرها إلى 3 ملايين أو ما يزيد عن 3 ملايين سنة، وتنتمي لسلالة من البشر المنتصبين التي لا تشبهنا كلياً، لكن ربما قد نكون تطورنا عنها. هذا العام اكتشف العلماء جمجمة كاملة لواحد من أجداد لوسي أيضا في إثيوبيا، ويبلغ عمرها 3.8 ملايين سنة، أي قرابة 4 ملايين من السنوات. يقال إنها لذكر بالغ، وتكمن أهميتها بأنها تعطينا تخيلا معقولا عن شكل تلك السلالة التي تقع بيننا وبين القردة الكبرى، كما يقول كاتب هذا الخبر الذي ربما لا يخلو من الغرابة. يقول أيضا إن أهمية هذه الاكتشافات تتجاوز انتقاداتها للظاهرة الدينية ومتخيلاتها عن أصل البشر، فهي تدفعهم إلى أن يسألوا عن الظاهرة الثقافية والسياسية التي جعلت القدماء مهيمنين على الكوكب، والأهم ما الذي أدى إلى انقراض السلالات الأخرى، أي ما هو الامتياز البشري الذي بقينا إثره أحياء، وهل هو حقيقة أو حقيقة امتياز أم مجرد سلسلة من الشروط والجهود التي أتلفنا أثرها أو إثرها دورة الطبيعة بهيمنتنا عليها. الختام بالكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.